طبعا يعني زي ما دكتور ياسر توفيق كان بيقول لنا، التغيرات المناخيه وازاي اثرت على توريد القمح السنه دي. مساله التغيرات المناخيه تؤثر على كل شيء، ويمكن الدول الناميه يعني بتدفع الثمن في مساله التغيرات المناخيه. والحقيقه انه في كمان ارتفاع يقلق في درجات الحراره على الكوكب، حذرت منه الهيئات الدوليه المعنيه بالتغيرات المناخيه. وبقينا نشوف ظواهر يمكن كان يعتقد ان احنا هنشوفها في 2050 مثلا، لكن للاسف تاثيرها ظهر بشكل كبير في المنطقه الافريقيه والعربيه. والسؤال هنا ايه سبب ده؟ وممكن نوصل لحد فين؟ وده اللي احنا يمكن هنعرفه دلوقتي من الدكتور سمير طنطاوي، خبير التغيرات المناخيه وعضو الهيئه الدوليه للتغيرات المناخيه. صباح الخير على حضرتك، ولو تكلمنا عن المؤشرات الحالية، درجات الحرارة اللي رصدتوها، وأي المناطق ستتأثر بها بهذه المؤشرات؟ صباح الخير يا أستاذة هدير، صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة إحنا نحب نوضح في البداية إن موضوع التغيرات المناخية بيتم التعامل معاه دوليا حاليا في إطار ما يسمى اتفاق باريس للمناخ، اللي هو تم الاتفاق عليه سنة 2015 من كافة دول العالم تقريبا. الاتفاق بينص على أو بيلزم كافة دول العالم بالعمل بشكل تعاوني للحد من ما يسمى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اللي هي بتتسبب في مشكلة التغيرات المناخية. احتباس حراري يعني بتحدث الحرارة الناتجة عن حرق الوقود الحفري والأنشطة البشرية في الغلاف الجوي، وبتؤدي إلى احترار أو زيادة درجات الحرارة. زيادة درجات الحرارة دي بتؤدي إلى مشاكل كتير بقى، يعني ذوبان جليد وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثير على إنتاجية زراعية وارتفاع معدلات البخر من المسطحات المائية، وبالتالي بتتسبب في مشاكل كتير. حسب سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبتحليل التعهدات اللي الدول قدمتها للأمم المتحدة إنها بحلول 2030 هتعمل خفض في الانبعاثات بشكل معين، الدول الصناعية يا فندم، الدول الصناعية والدول النامية الحقيقة. يعني كان في البداية الدول النامية ليس عليها أي التزام، لكن في الوقت الحالي مطالب من مطلوب من الدول النامية ومن الدول الصناعية الاثنين على حد سواء التقدم بتقارير حكومية رسمية اسمها تقارير المساهمات الوطنية، ان بحلول 2030 هيكون حجم انبعاثاتها قد ايه وتقدر تخفضها ازاي وايه احتياجاتها لتخفيض هذه الانبعاثات. ومصر قدمت هذا التقرير الاول في 2015 و شغالة على التقرير الثاني في الوقت الحالي. طبعا تحليل هذه التعهدات من خلال الخبراء ومن خلال الهيئات الدولية بتؤكد ان العالم على المسار الخطأ، ولن يحدث خفض في الانبعاثات بحلول 2030، ولن تزيد، ولن يتم تحقيق الهدف من اتفاق باريس بان الحد من ارتفاع متوسطات درجات حرارة الغلاف الجوي لما دون الدرجتين. وليه درجتين؟ لأن العلم أثبت والبحوث العلمية بتاعت الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ أثبتت أن ارتفاع الارتفاع في متوسط درجات حرارة الغلاف الجوي لأكثر من درجتين هيؤدي إلى أن بعض النظم الإحيائية لن تكون لديها القدرة والمرونة على الاستجابة للارتفاع في درجة الحرارة، ولن يمكنها التكيف مع هذه الزيادة، وبالتالي نشهد اندثار أو اختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية. ونلاقي أن في زيادة في معدلات حرائق الغابات مثلا، هنلاقي ارتفاع في ارتفاع مستويات البحر زي ما قلنا نتيجه ذوبان جليد، والعديد من المشاكل. ويمكن علشان كده يا دكتور سمير هي عمليه تشاركيه، سواء كانت من الدول الكبرى، الدول الصناعيه، وايضا الدول الناميه. لكن عاوزين نعرف من حضرتك مظاهر التغير في المنطقه الافريقيه تحديدا والمنطقه العربيه، بحكم يمكن دلوقتي في كلام لكل مثلا بنتكلم على ان المواطن المصري حتى دلوقتي بقى يشعر بهذا التغير. بنشوف الصبح درجات حراره مرتفعه جدا، في المساء او في الليل بنلاقي في يعني درجه من او نسمات ساقعه كده شويه زي ما بيقولوا. يعني هل ده ليه علاقه بمظاهر التغير الخاص بالاحتباس الحراري؟
التطرف في المناخ هو أحد مظاهر التغيرات المناخية. نعم. حدوث موجات حر شديدة جدا أو موجات برد شديدة جدا أو اختلاف في توقيتات الفصول المتعارف عليها. نعم. كل هذه مسببات للتغيرات المناخية. تركيزات غازات الاحتباس الحراري حاليا 420 في الغلاف الجوي، تركيزاتها حوالي 420 جزء في المليون. الارتفاع المطرد في غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي اذا وصل الى 450 جزء في المليون فهذا يعني اننا دخلنا في مرحله الدرجتين ارتفاع في درجه حراره الغلاف الجوي. في بعض المناطق في بعض المدن في المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه سجلت معدلات حراره عاليه جدا في الصيف الماضي، يعني في دول الخليج في تحديدا في الكويت والعراق ويمكن في السعوديه كان درجه الحراره وصلت في الظل حوالي 49.9 يعني نقول 50 تقريبا، يعني ده في الظل لان درجه الحراره يجب ان تقاس في الظل، فبتصل في درجه الحراره اللي 50 في الظل دي ممكن تصل في الشمس الى حوالي قد تصل الى 60 او 70 درجه، يعني احنا قربنا من درجه الغليان. درجات حراره مرتفعه جدا طبعا. درجات حراره مرتفعه جدا، فطبعا الارتفاع في هذه درجات الحراره والاحداث المناخيه الجامحه هو السبب الرئيسي طبعا هو التغيرات المناخيه بما لا يدع مجالا للشك، وده اللي اثبتته تقارير الهيئات الدوليه المعنيه في هذا المجال. نشكر حضرتك الدكتور سمير طنطاوي خبير التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا دلوقتي.